يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب عيني، راح نبدي بالشاعر الأول عندنا بالمنهج اللي هو محمد سعيد الحبوبي. باوع، قبل لا أخذ لك محمد سعيد الحبوبي، لازم تعرف لي أنه الشعراء اللي عندنا بالمنهج راح نتناولهم عفوا من ثلاث نواحي. الناحية الأولى ناخذ فد نبذة عن حياة الشاعر، والناحية الثانية راح ناخذ فد عمل من أعمال الشاعر، كأن يكون قصيدة أو مسرحية أو موشحة أو ما شابه ذلك. والناحية الثالثة راح ناخذ التعليق النقدي والقصيدة. إذن الشعراء اللي عندنا راح ناخذ حياة الشاعر، بعد حياة الشاعر راح نجي قلت لك ناخذ العمل مالته، وبعدها ناخذ التعليق النقدي. زين، وخلي لي في بالك قضية أيضا، أنه القراءة الأولية ضرورية كلش، أنه تقرأ الموضوع قراية كاملة. مثلا الحياة، أقرأ الحياة قراية كاملة، ما أحاول أنه أنا أقرأ السطر الأول وعيده وما أدرشن. لا، القراءة الأولية تعرف عقلك بالمادة، هاي ضرورية كلش، يعني ضروري كلش أنك تجي تقرأ الموضوع قراءة أولية كاملة بتركيز. يعني أنا ليش أقرأ لك الحياة ما الشاعر بالبداية ونوب أرجع أشرح لك إياها؟ حتى يكون عقلك معرف بالمادة. فما أريد أطول عليك، راح أبدي لك بحياة الشاعر. راح أبدي أقرأ، جهز وضعك، جيب الكتاب مالتك والترتيبات وبلش. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد سعيد الحبوبي، السيد محمد سعيد بن محمود بن قاسم، المولود في مدينة النجف عام 1849 ميلادي، وهو أشهر شخصيات عصره، فقد كان مجددا كبيرا في الشعر العربي، وبعث فيه روح الإبداع والتجديد، واشتهر بفن الموشحات أيضا. وحين بدأ الجيش البريطاني باحتلال البصرة، كان ممن لبى نداء الجهاد للدفاع عن الأرض والحرمات، وقاد بنفسه مقاومة المحتل، وقد سطر هو وأبطال المقاومة والتحرير من أبناء الشعب العراقي أسمى آيات البطولة والإقدام في وجه المحتل الغازي. توفي في مدينة الناصرية عام 1915 ميلادي، ودفن في النجف الأشرف. طيب، قرينا النص، حاليا قرينا حياة الشاعر، هاي كلها حياة الشاعر. يقول لي الاسم الكامل مالته. هسه من أقول لك مثلا أنت شو اسمك، راح تقول لي مثلا على سبيل المثال سين من الناس، مثلا كرار حسين على سبيل المثال. أنا أقول لك لا، أريد اسمك الثلاثي، تقول لي مثلا كرار حسين ياسر على سبيل المثال. زين، هنا أنا ما أريد الاسم الثنائي مال الشاعر، أريد اسمه الكامل. اسم الشاعر هو محمد سعيد بن محمود بن قاسم. إذن اسمه محمد سعيد بن محمود بن قاسم، هذا الاسم مالته الكامل. طيب، وين انولد؟ انولد هسه مثلا من أسأل واحد إنه أنت وين ولدت، أو مثلا من نقرب جنسية البشر راح نشوف مثلا محل الولادة فلان محافظة. هذا الشاعر محمد سعيد الحبوبي اجى للدنيا بمدينة النجف الأشرف. خوش حاجي. زين، أسئلة، يا مواليد انت؟ راح يقول أنا 1849، يعني مو 1900، لا بال 1800، يعني قديم كلش، 1849 ميلادي. زين هسه من نجي نسأل واحد على عمره وعلى هاي، هم نريد نعرف شنو كان يشتغل، شنو كانت مكانته بالمجتمع وما شابه. يقول لي هنا هو أشهر شخصيات عصره، يعني كان شخصية مشهورة بالوقت مالته. ليش؟ شنو السبب هاي الشهرة؟ كان مجددا كبيرا في الشعر العربي. لحظة، هو احنا اليا مدرسة هو ينتمي؟ المدرسة الإحياء. إذا مدرسة الإحياء محمد سعيد الحبوبي ينتمي إلها، إذا كان مجدد هو بالشعر العربي، حاول التجديد والإحياء والبعث. زين، وبعث فيه روح الإبداع والتجديد. هاي كلها يعني احنا نعرفها انه هو كان مجدد، لان هو من مدرسة الاحياء، كان مجدد كبير في الشعر العربي،
وبعث فيه روح الإبداع والتجديد. أنه حاول أنه يكتب كتابات مبدعة إبداعية وأنه يجدد الموضوع، يعني مثل ما نقول يكتب فد أشياء ما مطروقة أو ما شابه. زين، اشتهر بفن هو فن الموشحات. شنو هذا فن الموشحات؟ هسه من ناخذ الموشحة مالته راح تعرفه. إذن هسه هنا أنا قلت لك اسمه الكامل شنو؟ راح تقول محمد سعيد بن محمود بن قاسم. يا أبا هذا وين اجى للدنيا؟ راح تقول بمحافظة النجف. خوش حكي. يا مواليد هذا 1849 حلو ميلادي. زين، شنو هذا يعني شنو كان بالمجتمع، شنو مكانته؟ راح تقول لي اشهر شخصيات عصره. انا اريدك تسولف لي عن شخص، اريدك تسولف لي عن محمد سعيد الحبوبي. راح تيجي تسولف لي ذن تعرفهم باكر عقبه من نجي اسالك مثلا على سين من الناس، راح تيجي تسولف لي الشغلات اللي تعرفها عنه، فانت قاعد تتعرف على حياه الشاعر. زين، ليش هذا اكتسب هاي الشهره؟ لان قلت لك كان مجدد كبير بالشعر العربي وبعث فيه روح الابداع والتجديد. ووضحت لك انه هو مو من مدرسه الاحياء، اذا حاول ان يجدد بالشعر ويبعث بروح الابداع، لان هم مدرسه الاحياء عرفنا سبب نشوءها ليش. زين، الفن اللي اشتهر به فن الموشحات اللي راح نتناوله بالموشحه مالته. خوش حكي، هم اعطيني فد نبذه قصيره عن هذا الفن. هو هنا محمد سعيد الحبوبي صار اكو احتلال بالبصره وقطوا نداء انه بالجهاد. شلون هسه مثلا مال 2014 لما دخلوا داعش للعراق وصارت فتوى الجهاد الكفائي، نفس الشيء. هم كان اكو احتلال بريطاني بالبصره وصار نداء للجهاد، فهذا الشاعر لبى هذا النداء انه قال انا لازم اروح اجاهد وادافع عن الارض مالتي وعن الحرمات. زين، قاد بنفسه مقاومه المحتل. اذا كان عنده مثل ما نقول زمام الامور، قاد بنفسه مقاومه المحتل. وقد سطر هو وابطال المقاومه والتحرير من ابناء الشعب العراقي اسمى ايات البطوله والاقدام في وجه المحتل الغازي. يعني ما سكتوا من ذول الجيش البريطاني من نجل البصرة. محمد سعيد الحبوبي ما سكت، لا مو طو يعني مثل ما نقول نداء للجهاد أو فتوى بالجهاد حتى يدافعون عن الأرض والحرمات. فهو قاد بنفسه مقاومة المحتل وسطر هو وأبطال المقاومة، يعني الناس اللي كانوا وياه، والتحرير من أبناء الشعب العراقي أسمى آيات البطولة والإقدام ما سكتوا في وجه المحتل الغازي. زين، توفي في مدينة الناصرية عام 1915. توفى وين؟ مات بالناصرية. طبعا اتذكر كانت اكو تفاصيل اكثر بس هو هنا بالكتاب ما ذاكر لك اياها، يمكن بالكتاب القديم كانت تفاصيل اكثر. المهم توفي في مدينة الناصرية بال 1915، مات بالناصرية. وين دفنوا؟ دفنوا بالنجف الأشرف. خوش حكي. هاي النبذة المختصرة عن حياة الشاعر محمد سعيد الحبوبي. راح أقرأ لك الموشحة ببصمة منفصلة حتى تحفظها، يعني ما أريد أدمجها ويا الشغلات، والتعليق النقدي أيضا راح يكون ببصمة منفصلة. كل التوفيق لكم إن شاء الله، أشوفكم بالبصمات القادمة.